الاسم الحقيقي بتاعي زورو. شنو زورو اسمه؟ هاي زورو. زورو زين. لا لا اعطيني عاد الاسم الحقيقي. مهدي العكيري. مهدي العكيري. 2010 مهدي انت تحصلت على الرابور رقم واحد في تونس. 2010 وبعدها؟ وبعدها دخلت الخماضه نتاع معناتها شركه هذوما نتاع الديستريبيسيون ديجيتال ودخل لنا اليوتيوب ولا مقياس ما عادش القيمه الفنيه ولا المقياس القيمه الجسديه والجمال امل مش ما دخلتش في اللعبه هذه ما نجمش ندخل فيها عليه ما نجمش نتاجر بقضيه حاملها من اللي بديت معناتها انا كي بديت نغني لعمرنا خذينا من 98 ل 2010 عمري ما خذيت فرنك وشيخ وعم بون كيف ونبداو خايفين من الحاكم وخايفين من الواحد ديجا الاسم تلقى ما كنت كان جيت تابع نظام ولا نسمي روحي بالاسم كنا قبل اي انت كنت تابع نظام بن علي كيفاه تابع نظام بن علي؟ تابع نظام هكا مال شنو؟ ايه لا صديقي ماش تابع نظام حتى نظام لتو لحد الان مانيش تابع حتى نظام انت الاغاني بتاعي كانت سياسيه بحته اجتماعيه بحته نغني كان المواضيع اما بن علي كيف شدك ما هو استرنا ربي واحد في السيدي اللي تهز له السيدي اللي تهز اي سيدي تهز لي كنت فيه الغنايه وقتها هزو زميل 2008 2009 2009 انتخابات 2009 اي هزوا سيدي للتجمع قالوا له مراه يسب في السيده الاولى والعائله المالكه معناتها وقتها كان معناتها ما كناش حاطين بن علي باش يتنحى معناتها وقتها ممكن راني تو خرجت من الحبس ولا ممكن راني ما فماش جمله فهمت معناتها هذايا باش يوريك الزملاء في اي الزميل هذايا موجود هو رابور رابور ما عادش يغني توا تعرف تقول اسمه تنجم؟ لا ما نقولش اسمه ما نحبش نسميه خاطر زيد معناتها مشيت على روحها الحكايه لكن باش نوريك الضروره معناتها وشوف سبحان الله ديما نقول لك واحد ساتر وربي ووالدي راضين عليه السيدي طاح عند انسانه تعرفني شخصيا ما تعرف عائلتي قالت لي يجي اشوف الكارثه اللي كنت باش تحط فيها معناتها تفهم انت كانت كارثه كبيره وكنت صحيح. تدفع ثمن غالي وكبير صح. في الوقت هذاك خممت في عمل مسرحي وبعد قلت كلمه هناك تفهين في الكوميديا فرضوا علينا فرضا هذاك واش انت ما عملتش الون مان شو نتاعك صحيح شكون تقصد؟ تقصد في برشا وجوه معناتها برشا وجوه تشوف وجه يعمل ون مان شو تخدم على روحك ربي عينك مش تاخذ 700 عرض في عام فيه 365 يوم معناتها تعمل زوز عروض في النهار وما تخليش مش مشكله أيه. يسمع بيك باش تعمل عرض يكسرك من غادي اداره هو يبدا قاعد في وجهك يبوسك خويا صاحبي ونتمنى لك النجاح وك اللغه القزورديه اللي منحب بها الجمله نتمنى أيه. لك النجاح وربي يوفقك وهو ربي يوفقك ولا نتمنى لك النجاح أيه. تحت الطاوله اضربهم يخليكش تخدم وانا نحترم نفسي ما نحبش ندخل في معاهم مانيش قدر تحس روحك دائما في مؤامرة في والله هي مؤامرة ومش مؤامرة كوستا مش مرغوب فيه صح مش مرغوب فيه صح مش حتى بعد الثورة على خاطر ما نحبش نحب عمل حاجة خاطر أكثر حاجة مغروم بها في حياتي الراب والكتابة معناتها سيرتو الراب مش نحكي على الكتابة هذيك اختصاص آخر لكن الراب غرامي معناتها نشوف أنا واحد مثلا تجي تسبني في وجهي نقبله كي تسب موزيكا نتاعي ولا تطيح لها من قيمتها سبحان الله يرجعوا لي قرون ونولي تولي خطير ما نحملش علاش خاطر هذيك تحبنا ما تعرفش علينا كيفاش بدين اقسم بالله قبل نتذكر 98 ما كانش فما استديوهات نجيب مسجله منا ومسجله منا ونحط موزيكا تخدم في المسجله هذه ونلصق وجهي المسجله الاخرى باش نسجل اغنيه خاطر تو الجينيراسيون اللي تحكي تو لقات كل شيء محلول استديوهات تلقى استديو واحد يصور لك نحن قبل كليب حاجه مستحيله من المعجزات السبعه انه رابور يعمل كليب قلت لطفي العبدلي وجعفر القاسم يقدموا مسرحيات تافهه على اي اساس هذوما زوز ناجحين يعني نحكي دي جي كوستا على زوز من انجح معانا النجاح حاجه اي والتفاهه حاجه تقول انت فما حاجه تافهه تنجم تنجح احنا نعيشوا في نظام كامل انا قريته كتاب كامل نتاع النظام التفاهه معناتها كي تقرا تلقى مجتمعنا التونسي موجود في كتاب كتبه دكتور كندي فهمتي لو بون سي لو بون ولا مش لو بون ولا شو اسمه الان دولون اش قال فيلسوف الان دولون فيلسوف ليه هذا اسمه الان دولون كما الان دولون الممثل فيلسوف كندي كتاب الممثل نظام التفاهه كاتب الممثل لا 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 ولا فيلسوف الان دولون كاتب نظام حتى توفيق الغربي وقتها يولي حكيم الحكماء علاش يا اخي الفلسفه ولا الواحد الناس راهو الناس يصعبوها باش الاستاذه تقري تود راهو الفلسفه ما سالش منها اخوي كوستا شكون ظلم دي جي كوستا؟ دي جي كوستا ظلم روح اه
انت ظلمت روحك؟ روحي كي ما خرجتش من اول نهار 2011 خرجتي خارجه وبوراقي اموري واضحه، قلت لهم لي نقعد في تونس، نحب نصلح بلادي نخرج بالنظام بن علي باش تولي بلاد باهيه نخرج وقت. فهمتني؟ قلت مراد الزغيدي حقرني. سمعت؟ مش حقرني. علاش؟ تصريح اغزر لي. لا لا قلت حقرني ما ترجعش. ليه؟ ليه ما ترجعش؟ مراد الزغيدي الاعلامي حقرني. مش مراد الزغيدي زاد فتحي المود، مراد الزغيدي انسان متربي طلبني وقال لي سامحني في اللايف. طلب منك السماح؟ السماح. خاطر هما شو وقت صارت هذاك الفازة اللي قصوها لي في يافيم قالوا كوستا يطلع ب 50,000 دولار لاسرائيل وانا ما قلتهاش جمله. من غدوه في بلاتو في الرفماق ناس حفصت فيا ما يعرفونيش راه. وانت حتى بلاش ما نجيبوكش وذوما نعرفوهم التافهين هذوما معناتها زرعوا لي عرفت حتى يوم واحد يطيح باش يشوفوا المقياس تاع صبابتهم ما يعرفش صباته قداش فيه يذب بالك 43 في راسك 42 كي كيقيسوا راه يطيحوا واحد ياكلوه كي نمال. ما احترمني خويا. شوف انت هي بيبليسيتي انت نجم تحكم على حاجه من بيبليسيتي يعني تقول انت اخرج من سياقه بيان سور انا قال لي تمشي تاخذ 200,000 دولار تطلع لاسرائيل قلت له لي قلت له فما زوز من تونس ربي يريد طلعوا لاسرائيل ب 50,000 دولار باهيش كي كبش لي في الاسم قلت له انا ما نقولهاش ما نتحملش مسؤوليه الكلمه هذه قلت له رجع لي للسؤال 200,000 دولار قلت له نطلع ب 50 هما طلعوا ب 50 هكا بدا يطلع منهم واحد ظهر تو منزل الثاني واضح دي جي كوستا قلت بكل غرور انا قيس سعيد الراب التونسي صح ماهيش غرور انت ما فهمتش بالعكس مش معناتها باش دخل قيس سعيد في الراب قيس سعيد من انسان من العباد النظاف اللي بشعوه اللي طيحوا له قيمته اللي قالوا اي الناس معناتها ما تسويش